يعطيكم العافية. هسه راح نبلش بشرح تشابتر 4 من مادة الستيل. تشابتر 4 هو نقدر نحكي عكس تشابتر 3. تشابتر 4 بحكي لي عن الديزاين فور او اوف تنشن ممبر. يعني انا كيف بدي اصمم تنشن ممبر؟ كيف يعني بدي اصمم تنشن ممبر؟ يعني اني انا عندي تنشن ممبر ما بعرف كم ابعاده، عليه لود معين، وبدي اطلع مقدار او مساحة السكشن او خصائص السكشن اللي راح تتحمل لي هذا اللود، مثل الار سي 1 قال لي او الار سي 2 معطيني مومنت وبحكي لي اوجد ابعاد البيم مثلا او ابعاد الكولوم او غيره. فاحنا هون بدنا نصمم تنشن ممبر حيث بيكون المعطى هو اللود والمطلوب هو المساحة والثيكنس اي يعني السكشن بشكل عام. فهون التشابتر بتكلم عن ثلاث مواضيع، بنتكلم هسه بهذا الفيديو ان شاء الله عن اول موضوع، واذا كان الفيديو قصير نحكي عن الموضوع الثاني مباشره مشان نختصر فيديوهات على بعض. هسه لما نصمم راح نصمم على ثنتين، مثل ما كنا نحكي باليلد وبالرابتر، راح نصمم على اليلد وراح نصمم على الرابتر. كيف يعني بدنا نصمم؟ يعني بدي اطلع الاريا جروس المينيمم لليلد والاريا جروس مينيمم للرابتر، بناخذ الاكبر وبنحدد من خلالها خصائص السكشن. بس اهم شيء بدنا نسترجع كم معلومه من تشابتر 3، كم معلومه من تشابتر 3، نعرف كيف نطلع الاريا نومينال، نعرف كيف نطلع اليو. هاي الشغلات لازم نكون عارفينهم، فتمام اذا ما عرفتهم انت ما راح تعرف تحل. بنعرف قانون الرابتر هو عباره عن اللود، يعني اللود الالتيميت بده يساوي 0.9 في اف واي في اريا جروس. اذا اريا جروس او مينيمم اريا جروس شو بدها تساوي؟ راح تقول لي عباره عن اللود اللي هو بي التيميت على 0.9 في اف واي، تمام. هاي المينيمم اريا جروس، مينيمم اريا جروس فور ييلدينج هي بي التيميت على 0.9 في اف واي. بي التيميت من وين؟ من تشابتر 2، تحضر فيديو المقدمه وايش بتعرف كيف تجيب اعلى لود 1.0 1.6 ليف او الستار والسوالف هذيك، تمام. طب الرابتر بعرف انه هو عباره عن 0.57 في اريا افكتيف اللي هو البي التيميت، يعني طبعا في ايش؟ في اف يو. اذا اريا افكتيف مينيمم بدها تساوي بي التيميت على 0.57 في اف يو. انا ما بدي افكتيف، بدي انا اريا جروس، فانا ايش بعمل؟ بحكي اريا نومينال شو بدها تساوي؟ بي التيميت على 0.57 في اف يو في اليو، مش الاريا نومينال في اليو بيعطيني اريا افكتيف، فانا رطيت بس على مقام ومشيت. طب الاريا نومينال شو هي؟ خلينا نحطها فوق، خلاص احنا عرفناها. الاريا جروس راح تساوي الاريا نومينال زائد الهولز، اريا هولز. شو الاريا نومينال؟ اللي هي هاي بي التيميت على 0.57 في اف يو في، تمام. فانا هسه شو اللي بصير عندي؟ طريقه الديزاين راح تكون راح اطلع مينيمم اريا جروس فور رابتر فور ييلدينج، وبدي اطلع مينيمم اريا جروس فور رابتر، وباخذ ايش؟ باخذ الاكبر، تمام. طب كيف آلية الحل؟ بكل بساطة أول سكشن بالكتاب بحكي لي سيلكشن، يعني اختار، هو بقول لك اختار سكشن كذا كذا. هسا ممكن يلزمني بعد، يعني يعطيني سكشن W12 W10 L6 ب6، فأنا بس بطلع علي أصمم الثيكنس. فأنا لما أقول W12 بس بطلع علي أطلع الوزن، شو الوزن اللي أختاره؟ تختار أخف وزن، يعني مش أخف وزن بس بحيث يتحمل اللود. يعني أنا راح أختار بطلع مينيمم أريا جروس وبختار أقرب قيمة لأعلى منها إيش من المانيوال. يعني هاي طلعت معي 7.5، بروح على المانيوال مثلا حكالي افرض انه W12،
بروح على الدبليو 12 بشوف الاريا القريبه من 7.5 بس اكبر منها، يعني 7.6 7.7 7.5 عادي، بطلع بشوف شو السكشن، بطلع الثيكنس تبع خصائصه وبشوف على الراتشر. فخطوات الحل بنرجع نحكيها هسه لاخر مره، كيف احنا بدنا نحل؟ بطلع اريا جروس مينيموم، اريا جروس من وين؟ من اليلدنج. تمام، على فرضنا طلعت معي 8. تمام، بروح على المانيوال، بروح مع هاي خطوة واحد. خطوة اثنين بروح مانيوال، بختار سكشن مساحته 8 او اكثر، واذا كان محدد لي W بروح على W، كان محدد لي L بروح على L، يعني بختار شو معطيني. 3 هسه بدي اطلع مينيمم اريا جروس للرابتر. هاي شوف هاي الخطوات انت اكتبهم عندك وكل سؤال طبقهم وامورك تمشي. راح تكون عباره عن الاريا نومينال اللي هي بي التيميت على 0.57 في اف يو فيو، زائد النمبر اوف البراغي نمبر اوف فولز في دي، زائد 1/8 في الثيكنس. طبعا هو راح يعطيني انه السكشن هذا في 3 براغي في كذا في كذا. فايش بعمل هسه؟ بعوض التي، بعوض التي ايش؟ هي للسكشن اللي اخترته. تمام، يعني اخترت هون سكشن الثيكنس له بساوي 0.2، بروح بعوض هون 0.2. اخترت سكشن 0.4 بعوض 0.4. تمام، يعني شو بتعوض مكان الثيكنس اللي بنجيبه من المانيوال حسب السكشن اللي اخترته. تمام، واليو شو بعوضها؟ اليو بدي افرضها، بشوف مثلا حكى لي دبليو سكشن وثلاث براغي، بروح على حاله الكيس 1 وكيس 2 وكيس 8 وكيس 7 والسوالف هاي، بشوف اليو اللي بتنطبق على الحاله، او بطبق 1 ناقص اكس بار على ال حسب السكشن اللي اخترته. المهم رح تطلع معي هون اريا جروس للرابتر، مين الاكبر؟ مثلا فرضا هاي طلعت كم؟ 9.5. مش شرط دائما اكبر، عادي ممكن تكون اقل، يعني ممكن يكون هنا برغي 1 والثيكنس 0.1 مثلا واليو 1، فاف يو اكبر من اف اي، فبتطلع الاريا جروس اقل وبتطلع الاريا جروس اقل، فالاريا جروس من الرابتشر ممكن تكون اقل. فشو بروح؟ بروح اصمم على 8 حسب، يعني اذا طلعت معي باخذ مين؟ بشوف الاريا الاكبر، على فرض انه الرابتشر هي الاكبر، طلعت معي 9.5، شو بعمل بخطوة 4؟ بروح على المانيوال بجيب بختار سكشن اكبر مساحته، طبعا مساحته اكبر من 9.5. تمام، وبكمل الحل. تمام، بختار السكشن، بشوف اذا هذا بتحمل اللود، بتحمل اللود اعلى من اللود المعطى، يعني بصمم بعدين بحكي خطوة 5 مثلا فاي ار ان اللي هي اللود فعليا شو بتساوي مثلا 0.57 على فرض اني صممت رابتشر. طبعا راح اتشيك ييلد، يعني انا بعد خطوه 4 برجع اناليسيس، برجع تشابتر 3، فعشان هيك تشابتر 3 اذا مش فاهمه مستحيل تفهم 4. تمام، خلينا نشوف بس اذا بعمل ريكورد، بعمل ريكورد. تمام، 0.75 في اريا افكتيف، بطلع اريا افكتيف وبطلع يو حسب السكشن اللي اخترته، وافيو معي زي ما هي. هسه اذا هاي طلعت اكبر من بي التيميت اللي بالسؤال أموري تمام، أما إذا بي ألتيميت أعلى من السكشن بروح بختار سكشن مساحته أكبر. يعني أنا إذا اخترت سكشن مساحته 9.7 وما زبط شو بعمل؟ بشطبها بحطها 10 مثلا، بروح على المانيوال بشوف إيش مساحته 10، يعني بضل أجرب 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 لحتى أوصل لسكشن بتحمل الرابتر وبتحمل اليلدنج. طبعا بلوك شير بنتجاهله، إذا طلب مني بلوك شير بنصمم على البلوك شير، مش صعب. تمام، يعني يا ريت تكون وصلت الخطوات. أول شيء بطلع أريا جروس لليلدنج، بروح على المانيوال بشوف إشي مساحته أكبر من اليلدنج، بعوض خصائصه بالخطوة 3 تبعت الرابتر، بشوف مين الأكبر 9.5 مثلا ولا 8 بتقول 9.5، بروح على المانيوال بختار سكشن مساحته أعلى من 9.5، بعدين بعمل أناليسيس. إذا طلعت 8 أكبر من 9.5، يعني على فرض طلعت هاي 7 الأريا جروس للرابتر، بصمم على 8، بروح على المانيوال على إشي مساحته أكبر من 8، يعني بضل على نفس السكشن اللي اشتغلت عليه. تمام، بس اخلص بدي اعمل تشيك لإشي اسمه radius of gyration للسلندرز راشيو. بدي إشي عندي إشي اسمه
سلندر اس ريشيو. هاي اخذناها بالار سي 2 للي اخذ ار سي 2. هاي شو بتساوي فعليا؟ هي بالعاده كي ال اوفر ار، بس احنا مش كومبريشن ممبر ولا كي ال اوفر ار، لا بنقارن ال ال. هاي بتساوي ال ال على ار لازم تكون اقل من 300. تمام. يعني انا شو بعمل؟ مشان اطلع مينيمم ار بدها تساوي ال على 300. طب شو ال ال؟ ال ال لو كان عندي سكشن دبليو مثلا، تمام، وهذا زي البيم يعني هيك جاي، تمام، بيم لو فرضنا هذا طوله 30، طبعا هذا 30 فيت، والراديوس اوف جيريشن بالانش، فبضرب هون بايش؟ ب 12. يعني دائما بطبق هذا القانون 1000 12 على 300. فايش بطلع؟ بطلع مينيمم ار. طلعت مثل معي 1.5، بشوف السكشن تبعي الار له 1.5 ولا لا. الار هسه بيكون في عندي ار اكس وار واي، ممكن يكون في سكشن ار زد، بشوف مين اقل وحده فيهم، مثلا 1.6، 1.6 اكبر من 1.5 اموري تمام. طلعت معي 1.4 اقل قيمه، 1.4 اقل من المينيمم ار، معناته ايش؟ السكشن تبعي مش كويس، فبرجع بختار سكشن الار له اعلى، بس الار له اعلى، ما بختار سكشن بغير المساحات وكذا، لا بس بشوف سكشن الار له اعلى. يعني هاي الخطوه، يعني هم خمس خطوات او نقدر نقول سته. اول خطوه بنشوف اللود التيميت، خطوه 2 اريا جروس ييلد، برجع بكرر الخطوات مشان تحفظها، مانيوال، أربعة اريا جروس رابتر، خمسة بشوف مين الأكبر، ستة أناليسز، يعني بعمل أناليسز بشوف إذا السكشن تبعي كله كويس ولا، طبقت كل الخصائص، بطبق سبعة تشيك ال ضرب 12 على 300 أقل من الآر ولا لا، أو تساوي آر، يعني بتشك إذا هي الآر ولا لا. إذا كل شيء تحقق لي، يعني الستة والسبعة الأناليسز تحققوا، السكشن تبع اللي اخترته كويس، خلص ما في داعي أختار سكشن ثاني. تمام؟ تمام. فمنا نروح على الإكزامبل مع بعض. طبعا مثل ما حكيت لكم التشابتر بيحكي عن سلكشن أوف سكشن، بختار السكشن. هاي القوانين من أريو جروس كل اللي حكيتهم، وهي السلندر ستراشيو. هون اللودات اللي بتطبقهم 1.4 في الديد او 1.2 ديد زائد 1.6 ليف، بس ممكن يعطيني ويند لود او سنو لود او روف كذا كذا، بدك تطبق الحالات اللي بجابتر 2، يعني مش شرط بس هذا المعدل، يعني راح نشوف اكزامبل سوا. طيب هذا اكزامبل، قال لي سيلكت 30 فوت لينك دبليو 12. شو يعني هاي؟ يعني ال بتساوي 30 فيت، هاي 30 ايش؟ السكشن لجوا، طول السكشن لجوا. تمام؟ تمام. W12 حدد لي انه W12، يعني انا لما اروح على المانيوال اختار هختار بس W12، يعني ما بروح على W10، لا بس بفحص بال12، بفحص هاي او هاي او هاي او هاي حسب الاير كروس اللي طلعته. تمام. A992 هاي مشان تطلع خصائص الحديد FU FO support tensile service load. كل سيرفيس لود يعني unfactored dead load 130 والليف لود 110. اول خطوه في التيميت بتساوي 1.2 في 130 زائد 1.6 في 110. طبعا هاي افضل معادله يعني بالعاده، فبتطلع معي، خلينا نحسب سوا، ما بتشرح تطلع الحل، 1.6 في 110 بتطلع معي 332. The member have two line of bolts. يعني في عندي two line بكل flange، يعني هاي flange عليها two line bolt. يعني لما أحل area nominal اثنين بكل flange يعني بطرح أربعة. تمام؟ تمام. هذا chapter 3. مش فاهم chapter 3؟ وقف الفيديو، افهم chapter 3 رد ارجع. وقطر البراغي هيك، وحكى لي three line وبيناتهم أربعة inch and center. يعني حكى لي إنه three line كل برغي. زي هيك. فانه ال 8 مشان لما تطبق يو سواه ناقص اكس بار على ال، الاكس بار بتجيبها من السكشن اللي اخترته، والال هي 8. هاي فائده انه اعطاني خصائص السكشن. تمام. طلعت البي التيميت كم؟ هي 332. اول خطوه بطلع المينيمم اريا جروس. المينيمم اريا جروس قديش طلعت معي؟ هاي طبعا لايش؟ لليلدنج. كيف عرفت انها لليلدنج؟ طلع اعطاني اف واي. تمام. طبقتها طلعت معي 7.38.
بروح على المانيوال، بروح على المانيوال انا لاني كنت محضره. ف هاي دبليو 12، يعني هون في دبليو 12 طلع، هاي دبليو 12 بس المساحه 19 21. انا شو بدي فيها؟ انا طالب مني سكشن خفيف، اخف سكشن او اقرب شيء لل 7.38. فبنروح هون هاي الاريا، بطلع هون لو شو هاي دبليو 10 ما بدي اياهم، ببلش من هون. اربعه، الاربعه اكبر من السبعه ولا لا؟ لا، معناته هاي ما بدي اياها، وهاي ما بدي اياها، وهاي ما بدي اياها، وهاي ما بدي اياها. يعني انا ما راح احاول اختار سكاشن من هذول، ما بدي اياهم. فانحصرت انا بين هذول الثلاث، تمام، انحصرت بين هذول. طيب اختار هذا 17 بعيد يعني عن السبعه، فايش بختار؟ بختار اقرب شيء. لاحظي 7.65 7.38 اكبر، تمام. يعني بحاول اختار سكشن دبليو 12 26، بس ممكن يفشل، عشان هيك خليه. وممكن اختار هذا وممكن اختار هذا. طيب هذول اقرب شيء، هذول اقرب شيء فعليا، هذول الثلاث اقرب شيء. فايش بعمل انا هسه؟ مين اقرب واحد لل 7.38 اللي هي المينيمم ايري جروس؟ راح تقول لي هذا. شو بعمل؟ شو بدي اعمل هسه؟ بطلع الاريا جروس، الاريا جروس من الرابتر. اول شو قلنا؟ بنطلع خصائص السكشن دبليو 12 26. شو بعمل هسه؟ بروح على الخطوه هاي، الخطوه 2، هاي الخطوه 1، هاي الخطوه 2، هاي الخطوه 3. الخطوه 3 بتجيب الاريا جروس من الرابتر، بدها تساوي 332 على 0.57 في FU. FU ما بعرف كم عوضها، شوي شوف، 65 في اليو. اليو كم بدي اعوضها هسه؟ شوف، ما نروح على شابتر 3، خلينا نروح سوا على شابتر 3 دقيقة بس، تمام. نروح على شابتر 3 سوا، نروح على جدول اليوم، تمام تمام. هاي جدول اليوم، أول شيء تطبق 1 ناقص إكس بار على ال، خليها، أنا لسه ما اخترت السكشن أو ما فحصت ال، أنا ما راح أختار هذا. بروح وين؟ بروح على الحالة الجازات، بقول لي هون سكشن حالة 7، فلانج فيها 3 براغي أو أكثر، فلانج 3 براغي أو أكثر. فمباشرة يا بختار 0.9 يا بختار 0.85. فايش بعمل؟ بحتار. هسه هون بالكتاب حط لك 0.85 مباشره، انا فرضا مش حاب اشوف واحد 0.85. شو بعمل يا سيدي العزيز؟ شو بنعمل؟ بنروح بنفحص البي فلانج و2 على 3، بنروح هون البي فلانج كم للي اخترته؟ للي اخترته 6.49، هاي البي فلانج. بفحصها هي اقل من او اكبر من 2 على 3 ولا لا؟ كم الدي؟ 7.65، 7.65 هاي الدي. طيب 2 على 3 دي كم؟ 2 على 3 ضرب 7.65 هي 5.1، يعني البي فلانج اكبر من 2 على 3 دي. طيب لما تكون اكبر شو بتعمل؟ تختارها 0.9، تمام؟ البي فلانج اكبر من 2 على 3 دي. فهو اختار 0.85، شوف اختار 0.85، بس هي المفروض بدك تختار 0.9، بس هون بقول لك بي فلانج اقل من 2 على 3 دي. هو عمل اسيوم، هو فرض انه البي فلانج اقل من 2 على 3 دي، بس لا، انا ما بديش اخليها 0.9. افرض انه حل كتاب غلط، هو مش غلط، هو فرض. بالنهاية انت اليو بدك تفرضها، يعني انا اصلا ممكن تكون كال 7 اعلى واختارها، انا بدي اختار اليو 0.9. فكم راح تطلع معي هاي الاريا نومينال؟ بدها تكون معي 332 على 0.57 ضرب 65 ضرب 0.9، تطلع معي هاي 7.56. بدي ازيد عليها كم؟ الاريا هول، الاريا هول كم بدها تكون؟ 4 براغي، واقطارهم قديش قال لي قطرهم؟ 7 على 8 زائد 1 على 8. في ايش في الثيكنس؟ ثيكنس لمين؟ ثيكنس لفلانج، انا هون بالفلانج، الفلانج كم ثيكنسها بالسكشن اللي اخترته؟ 0.38، 0.38. هسا افحص شوف قديش تطلع الاريا نومينال، الاريا جروس من الرابتر، خلينا نشوف قديش تطلع مع بعض. طلعت معي الاريا جروس 9.08. فهاي انا اكبر 9.08 ولا 7.38؟ تقول 9.08، فبدي اختار سكشن 9.08، فبدي اختار سكشن مساحته اكبر من 9.08.
يعني هذا أقل من 7.08 ما بدي إياه، هذا ما بدي إياه، فراح أختار W12 ب 35. W12 ب 35 خلص قررت هذا أقل من الأريا من الرابتر وهذا أقل من الأريا من الرابتر بختار هذا. بس الكتاب لما حل فرضها 0.85 وطلعت مع الأريا هيك، وهي الأريا أكبر من اللي أنا طلعتها طبعا هو أحسن، فإيش أخذ؟ بدي أخذ أريا أكبر من 9.5 وأصلا منطقيا أقرب إشي 10.3. شو بعمل هسا؟ بروح بطبق بطلع الأريا جروس أو الأريا إفكتيف للتسعة للمساحة اللي أكبر من 7.35 اللي هو السكشن هذا W12 كروس 35. فالأريا جروس له 10، بدي أطلع إيش هسا؟ أريا نومينال. أريا نومينال بدها تساوي الأريا جروس 10.3، تطرح منها 4 براغي في 7.8 زائد 1.8 في إيش؟ في الثيكنس. كم الثيكنس إله؟ ثيكنس الفلانج 0.520. خلص أنا صرت أشتغل هذا، بدي أعمل أناليسيس هسه. خلص أناليسيس بشتغل. تطلع معي الأريا نومينال 8.22، فالاريا افكتيف تساوي يو في الاريا نومينال. اليو كيف بجيبها؟ بدي اطبق هسه 1 ناقص اكس بار على ال، انا بشتغل اناليسز، او بشوف اليو اللي هي بشوف البي فلانج والهاي. فايش هو؟ نخلص بكمل احله. هاي الخصائص لما راح الرابتر هاي يشوف، طبق 1 ناقص اكس بار على ال ف 0.84، ولما راح على الجدول البي فلانج اقل من 2/3 تي، فايش طلعت 8.3. لما اقل شو باخذها؟ 0.85، فاخذ اليو 0.85 زي ما هو فرضها عادي ما فرق معي. فايش صار معي؟ شوف اختار دبليو تي 6 ب 17.5 اللي هو نص السكشن اللي اخترته، يعني انا وياه وصلنا للسكشن المناسب. طيب فشو عملنا هسه؟ قبل ما نختار السكشن انا نسيت اقول لكم خطوط الار. الار شو بدي اعمل؟ ال على 300 12 في 30 على 300، فالمينيمم ار 1.2. فقبل ما اختار السكشن هسه انا اخترت لما وصلت لهون ومشيت اخترت الاريا جروس، تمام؟ اخترت السكشن، بدي اشوف هسه الار اقل ار. بنروح على هاي على الجدول، بنروح على الار، هاي الار في عندي ار بالاكس وار بالواي. ايش السكشن تبعي؟ 35. هاي السكشن 35، هاي الار له 5.25، وهاي الار له 1.54. طيب مين بختار الاقل؟ الاقل 1.54. 1.54 اكبر من 1.2، راح تقول لي اه معناته خلص السكشن تبعي 100%. هسه هذا السكشن فحصته بكل جوانبه، كل شيء تمام. شو بعمل هسه؟ بفحص رابتشر ويلدينج. بنروح على اليلدينج. اريا جروس له 10.3 طلعتها، وبعد ما ضربتها بوينت 2 طلعت معي 463. 463 اكبر من 332، راح تقول لي اه معناته ايش؟ بتحمل. طيب على اليلدنج تحمل، بنروح على الرابتر نفحص 1 ناقص اكس بار على ال، بنفحص شوف اليو، وبنفحص اللود، طلع معي 340. 340 اكبر من 332 معناته السكشن اللي اخترته، والال على ار طلعت اقل من 300 معناته السكشن اللي اخترته اموري تمام. وضحت كيف نختار سكاشن؟ وضحت. يعني نرجع نعيد بشكل سريع. اول خطوه السؤال اعطاني خصائص اجبرني فيها، مشان اعرف شو اختار اليوم، مشان اعرف شو اختار اي شيء ثاني، تمام؟ واول خطوه بطلع البي التيميت اموري تمام. ثاني خطوه بطلع الاريا جروس هيها. ثالث خطوه بشوف الهاي وهاي، هاي بحط بفرض هون على ايش؟ على الفرض اللي فرضته هون، على الفرض اللي فرضته هون، يعني على السكشن اللي اخذته من هون. اخذته 26 زائد 12 ب 26، فحصت اليو، فحصت الاستيميتد اريا هول، شفتها انها اكبر من 7.38. لما شفتها برجع على المانيوال بختار سكشن اكبر. بس قبل ما اختار سكشن اكبر بفحص الار. الار طلعت اقل، انه الار مينيمم او الار اللي انا طلعته من المانيوال للسكشن الجديد اللي كان اللي هو اللي اخذت منه الاريا رابتر اكبر من الاريا الار مينيمم، راح تقول لي اه معناته خلص بفحص السكشن وبعمل عليه اناليسيس. وقبل ما اخلص الاناليسيس بفحص اذا 300 ولا لا، طلعت معي 300 اقل من 300 اموري تمام. طيب نرجع للاكزامبل الثاني. ديزاين ا 9 فيت سنجل انجل. قال لي سنجل انجل يعني يا سي
ياسي يال يال تمام ياسي يال بارش إذا هو محدد بس إحنا بدنا نعتبرها ال single angle نعتبرها ال supported تنسي الworking working يعني نفس الشيء service يعني unfactored يعني أنا مش مضروب يعني ال p ultimate أول خطوة بتساوي 1.2 في 30 زائد 1.6 في 40 تطلع معي 100 تمام تمام. إذا member is to be connecting to one leg only يعني هو مربوط ب one leg يعني هو L section مربوط بس بجر واحدة يعني اليوم مش واحد يعني اليوم مش واحد وقال لي في عندي أربع براغي وبيناتهم ثلاثة إيش بالسنتر هسا هون قال لي single angle ما إحنا بنعرف إنه الأنجل في عندي L 8 cross 8 cross thickness و L 6 4 thickness يعني أنا ما حدد لي أي L يعني أنا هسا بدي أعمل بدي أفحص على كل الأريات فشو بعمل هسا أول خطوة طلعت البي ألتيمت ثاني خطوة بطلع الأريا كروس طلعت معي 3.09 شو بعمل بعد ما أروح 3.09 هسا بدي أطلع ما إشي أكبر من 3.09 إشي أكبر من 3.09 مروح المانيوال على السنجل أنجل هاي الأنجل الأنجل يعني السكشن بدي أروح على كل الأشياء اللي أكبر من 3.09 وقريب منها يعني بديش أختار 16 ليش أختار 16 كبير بدي إشي أكبر من 3.09 نمشي لهون كل نروح هاي الأريا هاي خانة الأريا ننزل 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 نيجي هون في كثير سكشن عشان نطلع هذا سكشن اللي هو ال 6 كروس 6 كروس 5 على 16 نيجي كمان هذا ال 7 كروس 4 كروس 3 على 8 بس الخمسة بعيدة شوي خليها بعد انزل كمان امسح هذا ها ال 6 كروس 4 كروس 3 8 انزل كمان ضلك لتلاقي ها ال 6 كروس 3 ونص كروس 3 8 وبفحص كمان بلاقي هذا ال 5 ب 5 ب 3 على 8 بفحص بلاقي هذا ال 5 ب 3 ونص بنص يعني بروح كل ال 5 ب 3 ب 7 على 16 فايش بعمل انا؟ بختار كل السكاشن ممكنه كلهم ما بستثني اي شيء شو بعمل؟ بعمل جدول بعمل جدول ما بدي اشغل قبل الجدول قبل الجدول شو عملت انا؟ طلعت المينيمم اريا نومينال بس لانه الاريا جروس راح تعتمد على الثيكنس تمام على الثيكنس فانا شفت كل السكاشن اللي اكبر من 3.09 وراح على الجدول تبع يو فحص ما فحصش عوات ناقص اكسبار على ال لانه عجقه فحص على هاي انه اربع براغي او اكثر 0.8 ففرض اليو 0.8 وحل فايش عمل هسه الاريا جروس راح تكون 2.87 هاي اللي اجت من الاريا نومينال زائد هاي شوف لاحظ انه خلاها فانكشن بدلاله الثيكنس وفحص المينيمم ار لازم تكون 0.36 فانا اسدروع على المانيوال اشوف كل السكاشن اللي لها ار اكبر من 0.36 واكبر من 3.09 راح تقولي تمام تمام رحت على كل السكاشن صنفت بس الثيكنس يعني الثيكنس ال5 على 16 وال3 على 8 وال7 على 16 والنص وال5 على 8 ال5 على 16 مثلا طلع لي سكشن 3 على 8 طلع مني سكشن واحد 7 على 16 طلع مني سكشنين لاحظ انه هاي هذا مر علينا مش قبل شوي لما حليت 5 على 8 ما وصلتش انا الاربعات عند الستة مش اول سكشن طلع معي هذا راح تقول لي اه والله صح وهذا 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 فشو عملت انا صنفت عملت جدول لاني انا ما بعرف كم وحدة هاي الثكنسات وهاي الاريا الاريا ايش اللي بالبرغي هاي البرغي يعني عوضت الثكنس هون عوضت الثكنس هون واخذت بس هذا لحاله شو عمل بعدين الاريا جروس راح تكون هذا زائد هذا طلعتهم فالمينيمم اريا جروس طلعت معي هذول فشو بعمل روح المانيوال روح المانيوال شوف كلهن اكبر من 3.09
تبعت اليلدنج، راح تقول لي صح. فشو بعمل؟ بروح على المانيوال بختار كل السكاشن اللي مساحتهم اعلى من هذول ومالهم، وبنفس الوقت الار لهم اكبر من 0.36. فبروح على المانيوال بلاحظ 3.18 66 ب 5 16 اكبر. ليش؟ هذا. فوين بروح هسه؟ وين بروح؟ بصمم على ايش؟ على اقرب جواب. يعني هون 3.18 اقرب شيء عليه 3.67، بعيد شوي 3.4 3.44 3.3 اقرب شيء عليه 3.3 بالضبط. بفحصها هي، بفحص اقرب شيء. ليش؟ انا بختار بدي اخف سكشن تمام. بفحصها طلعت مناسبه، يعني بعملها اناليسز، بطلع واحد ناقص اكسبار على ال، بصمم على اليلدنج على الرابتر كل شيء، بصمم على ال ضرب 12 على ار اقل من 300 ولا لا. المهم بصمم عليهم كلهم، زبط ما زبط بروح بختار اللي بعده، بختار هذا مثلا. بختارش هذا الا بحاله واحده، طلع مثلا معي الليف لود، اللود الالتيميت اللي بتحمله 100 صح، واللود اللي بتحمله هذا السكشن طلع مثلا 99. لاحظ ان 99 و100 قراب عن بعض، فشو بعمل؟ بفحص هذا، راح يطلع معي مثلا 101 السكشن بتحمل. بس لو طلع معي اللود من هذا السكشن بتحمل 60 مثلا، وانا اللود اللي علي 100، بروح بختار هذا. لا ليش؟ انا هذا راح يعطيني 70 مثلا، يعني على السنس على الاحساس. فشو بعمل؟ بروح بختار مثلا هذا راح يعطيني 100 وفوق خالص. تمام يعني حسب، يعني بعرف شو بدي اختار، مش اختار 3.3 ورجع اختار 3.31 اذا كان اللود بعيد، اللود عن اللود الالتيميت. فجرب على هذا، حل عليه، لاحظ 106 اكبر من 109 تمام. بعدين صمم على الرابشر، شوف طبق 1 ناقص اكس بار على ال، طلعت اكبر من 0.8، صمم عليها طلعت 108.3. فالسكشن اللي اخترته ال 4 ضرب 4 ضرب 7 16 اللي مساحته نفسها نفس مساحة المينيموم اريا جروس طلع عندي مناسب. ليش ارجع اختار واحد ثاني؟ ما بختار. متى بختار؟ اذا كانت اقل. عرفتوا كيف اخترت هذول السكاشن؟ اخترت هذول السكاشن، شفت اول اشي المينيموم اريا جروس من اليلدينج، شفت كل شيء اكبر منها من المانيوال، حصرته عملتهم على شكل جدول. بس عملتهم على شكل جدول، طبقت قانون الثيكنس، طبقت الاريا جروس للرابتشر، طلع معي هذول، فكلهم اكبر من هاي. بروح بختار السكاشن، برجع بفحص مره ثانيه من المانيوال، بختار السكاشن اللي هون. يعني انا ما بختار سكشن، بختار ثيكنس. واهم ايش ننتبه؟ الار. الار يعني هذا السؤال اذا بالامتحان اجى على شكل حل، يعني اجانا الامتحان على شكل حل، بدك تعرف كيف تحل، طبق البروسيجر مره واحده. نروح على بروبلم. طبعا الجزء الثاني من التشابتر هو شبه اناليسز مش ديزاين، راح نشرحه في فيديو لحد ان شاء الله باقرب وقت. هذا يعني لو كان عندي قطعتين سي بدي اخليهم قطعة واحدة فعليا، يعني اربطهم ببليت او شيء. شو بدي اعمل؟ يعني زي هيك، شو بعمل؟ بعمل خصائص معينة بوقتها. يعني هو مايل للاناليسز قبل الديزاين، والجزء الثالث رود اند باس، فكل واحد راح اشرحه في فيديو ان شاء الله، او ممكن اشرحهم سوا لله. كبروبلم نروح على بروبلم الكتاب. بروبلم من 1 ل 8 بيقول لي افرض الاف يو 50 والاف هاي 65. قال لي سلكت دبليو 12 اخف دبليو 12. قال لي دبليو ديد ودبليو ويند، بي ديد وبي ويند. بدي اختار 1.2 زائد 1.6، بقول لك غلط. هاي ديد ويند. ايش بعمل؟ بروح على شابتر 2، بنروح شابتر 2 سوا. هاي شابتر 2، هاي تشابتر 2، ونروح نفحص اللي فيها ديد ويند. هاي فيها ديد لحال وديد ولف ما بدي اياها، ما فيها ويند. هاي فيها ديد ويند، وهاي فيها ديد ويند، وهاي فيها ديد ويند. بشوف مين بتعطيني اكبر شيء. لاحظ هاي نص ويند، بس هاي زيرو ما معي اياها. الفلوت ما في الفلوت، نص ويند، بس هاي واحد ويند. فمين اكبر، الواحد ويند ولا النص ويند؟ وراح تقول الواحد ويند، فباخذ هاي المعادله. فلما احل راح اطبق 1.2 في الديد زائد 1 في الويند، 1.2 في 120، 1 في 288. لما اخذت 1.6 حلك غلط. فشايفين انه مش شرط اللودات زي المعادله اللي اعطانا اياها بالكتاب، لا، لازم ارجع تشابتر 2 وافحص السبع معادلات هذول. بعدين قال لي ايش هو دبليو 12، فبروح اقرب دبليو 12 وبصمم على نفس الخطوات، واعطاني انه 3 براغي وكذا وكذا.
فلما تحل راح يطلع معك اقرب جواب او اقرب سكشن هو. البروبلم الثاني نفس البروبلم الاول، بس اختار دبليو 10. سؤال ثالث دبليو تي، يعني هنا السكشن، السكشن ولا عمرت لحد استخدمنا عليه. يعني اذا بتلاحظ انه كل الاسئله نفس الفكره، بس تغيير سكاشن والخطوات هم البروسيجر هم. يا ريت البروسيجر ترجعوا تركزوا عليهم. تمام البروسيجر، نرجع من اول نحكي خلص عشان اللي بحضر الفيديو للاخر بعرف انه انا عدت الخطوات 100 مره. بطلع البي التيميت، بطلع المينيمم اجرس، بروح على المانيوال، بشوف بالمانيوال، باخذ كل الخصائص الممكنه، اليو والثيكنس والبي فلانج والسوالف الطرمه، شو مع بال بعدين بعوضهم بقانون الرابتر، بشوف مين اعلى الرابتر ولا اليلدنج. قلت اليلدنج بكمل على السكشن اللي اشتغلت عليه، طلع معي الرابتر اعلى، بروح بشوف خصائص للرابتر. بس قبل ما اختار للرابتر بروح بشوف الار تبعتي مشان اعرف اختار 12 35، يعني بشوف ال على 300 هون ساوت 1.2. لما اروح على السكاشن مش بس بختار اريا جروس اعلى من 9.5، لا بشوف اعلى من 1. الار اعلى من 1.2 بفحص ار اكس وار زد وار واي. يعني هون هاي ار اكس وهاي ار واي وهاي ار زد، هاي بالال سكشن، في عندي ثلاث ارات، بفحص الثلاث ارات وبشتغل بشوف مين الاعلى، بشوف اذا اعلى بختار، يعني بختار سكاشن مساحتهم اعلى والار تبعتهم اعلى، بفحص السكشن بعدين بعمل له اناليسيس، برجع تشابتر 3 بفحصه كامل. اللودات اللي عملهم طلع اكبر من اللود من الخطوه الاولى اموري تمام، ما طلع اكبر بروح بختار سكشن اكبر. تمام. هيك ان شاء الله اكون انتهى بموضوع الفيديو، خاص موضوع الديزاين، ان شاء الله موضوع اللي ضلوا بنشرحه باقرب وقت. يعطيكم الف عافيه.